يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يريد الله منا أن نصوم لنحقق تقواه سبحانه وتعالى، لعلكم تتقون. والتقوى ليست بالأمر اليسير ولا بالدرجة التي ينالها كل عبد، لكنه العبد الذي ألزم نفسه حدود الله وأدى ما افترض الله وسارع إلى مرضات الله. العبد التقي، العبد الذي صفت له حياته عن كل ما يسخط الله فجاهدها ووقف عندها فاتقى سخط الله وعذابه وأتى على الفرائض والواجبات فاستوفاها. التقي عبد أصلح ما بينه وبين الله. التقوى درجة يبلغها أولياء الله، كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم الأتقياء الذين ينالون ولاية الله، تلك الولاية التي تعني اختصاصا من الرب الكريم سبحانه وتعالى بعناية عبده وبتولي أمره وكفاية همه. فمن لك عبد الله إذا تولاك الله؟ من لك بشيء ينقصك في الحياة أو هم يبقى محيطا بك والله قد تولاك؟ ولاية الله إنما يبلغها العباد الأتقياء. يأتي الصوم معشر الصائمين في رمضان ليأخذ بأيدينا إلى هذا المعنى الكبير: لعلكم تتقون. هذه التقوى التي يقودنا إليها الصيام بالنهار في رمضان يؤازره فيه معنى القيام بالقرآن في رمضان. ارتبط الصيام والقرآن ارتباطا وثيقا. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصوم: أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. هل لك أن تأتي عبد الله يوم أن تلقى الله بصيام ملأت به نهارك في رمضان وبقرآن ملأت به قيام الليل في رمضان فتظفر بشفيعين لك عند الله يوم أن تلقاه؟ خذ ما أردت من الشفاعات فأنت بحاجة لها غدا، يوم يحتاج المرء إلى مثقال الذرة من الخير والحسنة، ويخاف من مثقال الذر من الشر الذي قد تثقل به كفة السيئات. الشفاعات التي يقدم بها العبد على ربه يلقى بها ربا كريما عظيما سبحانه وتعالى.